للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. سيادة الفريق، بعد تحية، قناة السويس استطاعت أن تسجل أعلى معدل عبور يومي للسفن بعبور 89 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن كما ذكرنا في الخبر السابق. كيف ترصد جهود الهيئة للوصول لهذه الأرقام، خاصة مع تسجيل القناة مؤخرا لمستوى إيرادات قياسية؟ الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا. طبعا قناة السويس بتخطو دلوقتي خطوات متقدمة جدا، عندها سياسات تسويقية مرنة بتلبي طلبات كل العملاء، فيها خدمات بتقدم على أعلى مستوى بالنسبة للسفن، سواء كانت خدمات ملحية أو خدمات فنية بالنسبة للمرشدين اللي بيرشدوا جمعية القناة و16 محطة لطول القناة اللي بتابعوا مرور السفن. الحمد لله احنا متابعين كويس جدا حركة السفن، بنشوف السفن اللي ما بتمرش في قناة السويس، بنحاول نتكلم معاهم ونشوف نديهم حوافز عشان يمروا في قناة السويس. كل دي حاجات طبعا انا مش عايز اقول بقى مع متابعة السيادة الرئيس الدائمة والمستمرة لقناة السويس والاجراءات اللي بتتم في قناة السويس وكيفية زيادة عدد السفن دي والخدمات اللي احنا بنقدمها. عايز اقول ان هي متابعة يومية تكاد تكون يومية، ان بيطمن على حركة الملاحة، واحنا الحمد لله عندنا من المهندسين والعمال والموظفين اللي بيقوموا على خدمة حركة الملاحة في القناة بكل جدية وإصرار ان هم ينفذوا دايما احسن حاجة وافضل حاجة لقناة السويس. سيادة الفريق، آخر التطورات الخاصة بمشروع توسعة القطاع الجنوبي من المجرى الملاحي للقناة بشكل خاص بعد انضمام عدد من الكركات الجديدة للعمل بالمشروع؟ الحمد لله طبعا احنا عندنا في 9 كركات دلوقتي في المشروع، يمكن 4 كركات في بحيرات المرة الصغرى اللي هو من كيلو 122 لكيلو 132 هيتعمل فيهم ازدواج، يعني هيبقى فيها قناتين تنضم ال 10 كيلو دي لل 72 كيلو بتوع قناه السويس الجديده، ب 82 كيلو. بعد كده في ال 30 كيلو التانيين من كيلو 132 لكيلو 160 فيهم 5 كركات، بنعمل عمليه توسعه لجهه الشرق 40 متر، بنعمل تعميق من 66 قدم ل 72 قدم، ده هيؤدي لتحسن حركه الملاحه في الجزء الصعب دوت بنسبه حوالي 28%، يعني نقول تقريبا الثلث، ان اباطين المراكب هيشعروا بان في اختلاف عن ذي قبل. المشروع ان شاء الله ماشي الحمد لله بخطوات ثابته وينتهي في ميعاده ان شاء الله في اخر يونيو السنه الجايه باذن الله. اشكرك جزيل الشكر الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.